هاي من امبارح لليوم قامت الدنيا من بعد بيان مصرف لبنان، سو قررت اعمل اليوم هالاي جي تي في وين بدي ناقش معكم اربع نقاط اساسيه. بدي احكي عن مضمون هالبيان، امكانيات تنفيذه، توقيته ونتائجه. خلينا بالاول نحكي عن مضمون البيان. هالبيان بنص على تفاوض مع المصارف لدفع جزء من الوديعة اللي كانت قبل 17 تشرين 2019 بعملة الوديعة. يعني إذا كانت الوديعة بالدولار تندفع بالدولار، إذا كانت باللبناني بتندفع باللبناني مع تحديد سقف 25,000 دولار. الدفع رح يبلش بعد 30 حزيران وبالتقسيط. أكتر من هيك تفاصيل بعد ما عنا. أما من جهة تنفيذه، كلنا بنعرف اليوم انه المصارف اللبنانية عم بتعاني من نقص بالسيولة بالعملة الاجنبية. طب من وين هالمصارف بدها تأمن هالمبالغ؟ في 3 مصادر فينا نفكر فيهم اليوم. اول مصدر هو من اموال المصارف، وهالشي مش وارد بما انه كان واضح سليم سفير، بس طلعت مسودة الكابيتال كنترول انه البنوك اللبنانية عندها نيجاتيف نت بوزيشن مع المصارف برا، يعني عليها التزامات بالدولار اكتر بكتير من ما بتملك. اما تاني مصدر في يكون من 3% سيوله لامانتها المصارف بحسب تعميم مصرف لبنان او الوديعة اللي تم استرجاعها، بس هون كمان ما بنعرف قد المصارف نجحت بتطبيق هيدا الشيء. اما ثالث مصدر فهو من الاوبليجاتوري ريزيرفز او الاحتياط الالزامي، بس كمان بين البطاقه التمويليه والتدخل لضبط سعر الصرف وهلا دفع للناس بالدولار، طب قد ايه بدهم يضاينوا هال 15 مليار الباقيين؟ وهل هي وارده يستعملوهم ليدفعوا ديبوزيتس بوقت ما بنعرف قد ايه الازمه معقول الطول وقد ايه رح يضلهم مضطرين يدعموا الفئات الاكثر فقرا؟ هون كمان في نقطة حابة ضوي عليها وكتير مهمة. بيقول البيان انه بده تغطية قانونية. طيب شو يعني تغطية قانونية لدفع للناس اموالها؟ هالشي بيرجح فرضية دفع من obligatory reserves انه بدهم يوطوا نسبة الاحتياط الالزامي ليدفعوا للناس. اما بنسبة التوقيت، اليوم كتير عم ينحكى انه صرنا على ابواب رفع الدعم. هل الهدف منه هو تأمين مصدر أموال للناس تتقدر تأمن احتياجاتها من بعد ما ينشال الدعم؟ هل هي كمان محاولة لإسكات الناس بس تطلع الصرخة المضبوطة؟ anyway، بكل الأحوال هالبيان صعب تنفيذه إذا كان بده يتمول من المصارف، وكريتيكال إذا كان رح يتم استعمال الأوبليجاتوري ديزيرفز، لأن رح تكون عم تستنزف آخر أداة لضبط الوضع، وإذا تنفذ المبالغ رح تكون أصلاً رمزية وما بتحل المشكلة الكبيرة اللي نحنا قادمين عليها. هيدا كل شيء لليوم.